الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير 72 ساعة. الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ في أرجاء الولايات المتحدة بهدف حماية الشبكات الأمريكية من التجسس. الثالثة من بعد منتصف الليل، هذا موجز لأهم الأنباء من إكسترا نيوز. ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام زيارته إلى القاهرة. كان الرئيس السيسي قد أكد خلال جلسة المباحثات مع ولي عهد أبو ظبي على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء. شدد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. وأعرب الرئيس عن التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية للتصدي لجميع محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين. وقد أكد ولي عهد أبو ظبي حرص الإمارات على الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السعي إلى تنفيذ المشروعات المهمة في أسرع وقت يأتي توفيرا للكلفة. جاءت ذلك خلال فعاليات افتتاح محور رود الفرج وكوبري تحيا مصر المار أعلى نهر النيل، إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى التي تم افتتاحها عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الفيديو كونفرنس. قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة تهيئة لما وصفه بالمناخ الملائم لإكمال الاتفاق حول المرحلة الانتقالية. أكد رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان له تابعه موفد إكسترا نيوز للعاصمة الخرطوم أنه تقرر إزالة جميع المتاريس خارج ساحة الاعتصام وفتح خطوط السكك الحديدية لإمداد الولايات التي تضررت من شح المواد التموينية والبترولية. أشار موفدنا إلى أن البرهان كشف عن تسلل عناصر مسلحة داخل مكان الاعتصام وحوله واستهدفوا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمواطنين. قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن بلاده تقف حاليا في ذروة المواجهة الشاملة على حد تعبيره مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن محاولات واشنطن ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني ستبوء بالفشل بحسب تعبيره. ووصف سلامي المرحلة الراهنة التي تمر بها بلاده بأنها من أكثر المراحل حسما، لأن واشنطن جندت كل إمكاناتها في ساحة الصراع مع إيران على حد قوله. قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أعلن حالة طوارئ في أرجاء الولايات المتحدة بهدف حماية الشبكات الأمريكية من التجسس. كما قالت مصادر إن ترامب أصدر أوامره لمنع الشركات من استخدام بعض معدات الاتصال الأجنبية التي قال إنها تشكل تهديدا على أمن بلاده. المزيد دوما تتابعونه عبر extranews.tv. في أمان الله.